معنا الأخت المتصلة أم محمد من الرياض، تفضلي يا أختي أم محمد وسؤالك مختصرا لو سمحتي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، حكم ذكر الله بالقلب مثل أن أقول استغفر الله بدون ما أحرك بها شفتيني؟ لا يعتبر الذكر بالقلب كافيا، لا بد من التحرك، تحرك اللسان به، وأن تسمعي صوتك بالذكر. وأما ذكر الله بالقلب فهذا لا يكفي عن النطق. نعم.